تفضل استاذ طارق الشناوي، ماذا تقول عن ولي سعيد صالح هذا المثل الذي اسعدني؟ يعني الحقيقه بقاء سعيد صالح متجاوز الايام اللي عاشها في الدنيا، بقاؤه موجود على بشريتها، فانا يعني غيابه غياب جسد لكن حضوره لفولك كان انه راح بقاء. هو ده سعيد اكبر. شوف في نهايه الامام موهبه فطريه حافظت على فطريتها حتى اللحظه الاخيره. كانت تلون لم يضع الحسابات طعم مليون رائحه. ظل سعيد صالح هو سعيد صالح. شكرا يا فندم. اعمال الوحشه كده بالظبط. حط اختك في حاجه كويسه. استاذ طارق بقال لي استاذ طارق ان ننعي يعني سعيد كبيره جدا حياتنا. بقاؤه متداول شعبة وفي 3000 صعيد ومعاهم كلنا وكل أعضاء المجلس من نقيب لأصغر واحد بنبقى معاهم. بس يمكن أنا لأن كان شغل قليل الفترة اللي فاتت فكنت متواجد مع معظم زمايلنا اللي توفوا، لأن كان عندي وقت ما عنديش وقت ما عنديش شغل. ويعني ربنا يدينا ساعة سهلة من عنده ونلاقي اللي يوصلنا. معظم الفنانين جايين فورمال والنهارده شايفك جاي بيحتاج حاجه غريبه جدا. انا جاي انا من امبارح ما نمتش مع خليل مرسي الله يرحمه. من امبارح وانا في المستشفى كان عندي حاجه بخلصها لسه خلصها من ساعتين تقريبا. طبعا انا عشان وفاه برضه الدكتور خليل وتصريح الاحتياط وتصريح الخروج من المستشفى، يعني المواضيع كده بتبقى موجوده. يعني اهل المتوفى بيبقى فيه صدمه ما بيعرفش يعني
فانا ببقى عارف الحاجات دي بحكم ان انا عملت امر وادين ثلاثة واربعة وخمسة. فانا جاي من عند كل مرسل السلام الدولي وجاي اعزف الاستاذ السعيد وعايز اروح دوم لله وربنا يرحمه. Thank you.
اللي كان جاي من دور امين شرطه ده اللي كان هاتك عبد الجد من الشرطه؟ اسمه خالد ايه؟ خالد صادق. ها؟ مسرحيه كروم زبادي كان مع النجم احمد بدير، وكان تملي هو استاذ احمد بدير يبقى عصبي في الكاتب، عارف ان انا صديقه، فيجي يقول لي طب احمد عايز ايه؟ طب شوف احمد عايز ايه وانا موافق على اللي هو عايزه. الحقيقه يعني الله يرحمه، الله يرحمه واحسن منه النهارده، كلمه الله يرحمه الشعب المصري كله، سعيد صالح ابن عز انفسنا. يا رب ربنا يرحمك وربنا يدخلك في شيخ جناته، ويا رب على قدر حب الناس لي يكون جزاء ربنا ليك ان شاء الله. من اجمل الفنانين اللي في مصر رحمه الله عليه، ما يتعوضش ابدا، فنان سعيد صالح. خالد عايزين منك كلمه رساله. الله يرحمه الاستاذ سعيد صالح، ما خدش حقه لما يعني قبل ولا قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. الدوام لله، الدوام لله، الدوام لله، يعني مش قادر اقول اكتر من كده. شكرا. كل خير وكل جدع منك. انا بقول له اخر حاجه تحب تقولها سعيد صالح بعد ما يمشي؟ انا بقول له ان شاء الله هروح اكمل ان شاء الله، ان شاء الله شكرا لحضرتك. هتفكر